أن تكسو له كل ركبة ما في السماوات وما على الأرض وما تحت الأرض الذي الكل مجلول وخاضع بعنق العبودية تحت خضوع قدير ملكه الذي تمجده الأجناد الملائكية والطامات السمائية والطبائع العقلية بصوت لا يسكت ناطق بألوهياته وإسرت بنا نحن أيضا الضعفاء الأرضيين أن نخدمك لا من أجل نقاوة أيدينا لأننا لم نفعل الصلاح على الأرض بل مريدا أن تعطينا نحن البائسين غير المستحقين من طهرك اقبلنا إليك أيها الصالح محب البشر إذ ندنو من مذبحك المقدس ككسرت رحماتك واجعلنا أهلا للسلام السمائي اللائق بلاهوتك والمملوء خلاصا لنعطيه بعضنا لبعض بمحبة كاملة ونقبل بعضنا بعضا بقبلة مقدسة صلوا من أجل السلام الكامل والمحبة والقبلة الطاهرة الرسولية مرزولة رافضة لمخافتك ولا بفكر غاش مملوء من شر الخائن غير متفقة نياتنا في الخبس بل برغبة أنفسنا وتهليل قلوبنا إذ لنا العلامة العظيمة الكاملة التي لمحبة ابنك الوحيد ولا تطرحنا نحن عبيدك من أجل دنس خطايانا لأنك أنت العارف كخالق جبلتنا أنه ليس مولود امرأة يتزكى أمامك فاجعلنا إذن أهلا يا سيدنا بقلب طاهر ونفس مملوءة من نعمتك أن نقف أمامك ونقدم لك هذه الصعيدة المقدسة الناطقة الروحانية غير الدموية صفحا لزلاتنا
شعبك، لأنك أنت إله رؤوف ومتحن. قبلوا بعضكم بعضا بقبلة طائرة مقدسة. يا رب ارحم، يا رب ارحم، يا رب ارحم. نعم يا رب الذي هو يسوع المسيح ابن الله، اسمعنا وارحم. نتقدموا تقدموا تقدموا على هذا الرأس، صفوا بخوف من الله، وإلى الشرق انظروا في شفاعة واحدة إلى القديسة مستحق وعادل ومقدس ولائق ونافع لنفوسنا وأجسادنا وأرواحنا. أيها الكائن السيد الرب الإله ضابط الكل في كل زمان وبكل مكان لربوبياتك، أن نسبحك ونرتل لك ونباركك ونخدمك ونسجد لك ونشكرك ونمجدك ونعترف لك ليلا ونهارا
بشفاء غير هادئة وقلب لا يسكت وتمجيدات لا تنقاطع. أنت الذي خلقت السماوات وما في السماوات والأرض وكل ما فيها البحار والأنهار والينابيع والبحيرات وما في جميعها. أنت هو الذي خلقت الإنسان كصورتك وكشابهك وخلقت كل الأشياء بحكمتك. نورك الحقيقي ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح. هذا الذي من قبلي نشكر ونقرب لك معه ومع الروح القدس الثالوث المقدس المساوي غير المفترق. هذه ذبيحة ناطقة وهذه الخدمة غير الدموية. هذه التي تقربها لك جميع الأمم من مشارق الشمس إلى مغاربها ومن الشمال إلى الجنوب. لأن اسمك عظيم يا رب في جميع الأمم بل في كل مكان يقدم بخور لاسمك القدوس وصعيدة طائرة. وعلى هذه الذبيحة وهذا القربى أيها الجلوس قفوا لأنك أنت هو الذي فوق كل رئاسة وكل سلطان وكل قوة وكل سيادة وكل اسم يسمى لا في هذا الدهر فقط بل وفي الآتي. أنت الذي يقوم أمامك ألوف ألوف وربوات ربوات الملائكة ورؤساء الملائكة المقدسين يخدمونك. أنت الذي يقوم أمامك حيوانك الكريمان جدا ذو الستة الأجنحة الكثيرة الأعين السرافيم والشاروبيم فبجناحين يغطون وجوههم من أجل لاهوتك الذي لا يصدق
استطاع النظر إليه ولا التفكر فيه. وباثنين يغطون أرجلهم ويطيرون بالاثنين الآخرين، لأن في كل زمان يقدسك كل أحد، لكن مع كل من يقدسك اقبل تقديسنا منا نحن أيضا يا رب، إذ نسبحك معهم قائلين. السماء والأرض مملوءتان من مجدك المقدس. أيها الرب إلهنا، بالحقيقة السماء والأرض مملوءتان من مجدك المقدس من قبل ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا يسوع المسيح. املأ هذه الصعيدة التي لك يا رب بالبركة التي من قبلك بحلول روحك القدوس عليها.
التقديس قدس هذه المكرمة التي بدأنا بوضعها أمامك هذا الخبز وهذه الكاس لأن ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح في الليلة التي أسلم ذاته فيها ليتألم عن خطايانا والموت الذي قبله بذاته بإرادته وحده عنا كلنا أخذ خبزا على يدي الطائرتين اللتين بلا عيب ولا دنس الطباويتين والموحيتين نحو السماء إلى الله أبي وسيد كل أحد وشكر لتلاميذ المكرمين القديسين ورسل الأطهار قائلا خذوا كلوا منه كلكم لأن هذا هو جسدي الذي يقسم عنكم وعن كثيرين يعطى لمغفرة الخطايا فاصنعوا لذكري هكذا الكاس وأيضا بعد العشاء مزجا من خمر وماء وشكرا بركها
لتلاميذ المكرمين القديسين ورسل الأطهار قائلا: خذوا اشربوا منه كلكم، لأن هذا هو دمي الذي للعهد الجديد الذي يسفك عنكم وعن كثيرين، يعطى لمغفرة الخطايا. هذا اصنعوا لذكري. كل مرة تأكلون من هذا الخبز وتشربون من هذه الكأس تبشرون بموتي وتعترفون بقيامتي وتذكرونني إلى أن أجي. الكل فيما نحن نبشر بموت ابنك الوحيد ربنا وإلهنا ومخلصنا وملكنا كلنا يسوع المسيح، ونعترف بقيامته المقدسة وصعوده إلى السماوات وجلوسه عن يمينك أيها الآب، وانتظر ظهوره الثاني الآتي من السماوات المخوف المملوء ماء أجدان لانقضاء هذا الدار هذا الذي يأتي فيه ليدين المسكونة بالعدل ويعطي كل واحد كعمله إن كانت خيرا وإن كانت شرا. مجدك القدوس قرابينك مما لك
يا أبانا القدوس اسجدوا لله بخوفين. كل من يستر كي نبكي نهارا وليلا أمامك على زلاتنا وشعب الغرب. يا الله
على هذا الخبز وعلى هذه الكاس لكي يتطهر وينتقل من سطار. هذا الخبز يجعله جسدا مقدسا للمسيح. الكأس أيضا دما كريما للعهد الجديد الذي له. آمين. يا رب ارحم يا رب ارحم يا رب ارحم لكي يكون نحن جميعا المتناولين منهما إيمانا بغير فحص ومحبة بغير رياء. وصبرا كاملا ورجاء ثابتا وإيمانا وسهرا وعافية وفرحا. تجديدا للنفس والجسد والروح ومجدا لاسمك القدوس. وشركة في الحياة الأبدية وعدم الفساد وغفرانا للخطايا. خلص الذين في الشدائد. الجياع اشبعهم صغير القلوب عزيز. الساقطون اقمهم والقيام ثبتهم. الضالون ردهم ادخلهم جميعا الى طريق خلاصك. دوما شعبك ونحن أيضا انقذنا من خطايانا صائرا حارسا وساترا علينا في كل شيء. اطلب من صلاحك يا محب البشر. اذكر يا رب سلام كنيستك الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية. اطلب عن سلام الكنيسة الواحدة الوحيدة المقدسة الجامعة الرسولية وخلاص الله في الشعوب والإلوه في كل مكان ويغفر لنا خطايانا. كائنة من أقصى المسكونة إلى أقصائها. أذكر يا رب بطريركنا الآب المكرم رئيس الأساقفة الأنبا شنودة وأخاه في الخدمة الرسولية مريانطيوس يعقوب الثالث بطريرك أنطاكيا. أطلبوا عن حياتي
البابا المعظم الأنبا شنودا لكي المسيح إلهنا يحفظ لنا حياته سنين عديدة وأزمنة سالمة ومن أجل شريكه في الخدمة الرسولية أبينا البابا ماري أغناطيوس يعقوب ويغفر لنا خطايانا. حفظان يحفظه لنا سنين كثيرة وأزمنة سالمة مكملا رئاسة الكانوت المقدسة التي ائتمنته عليها من قبلك كإرادتك المقدسة الطوباوية. اذكر يا رب الأساقف الأرثوذكسيين الذين في كل ما الأساقف الأرثوذكسيين الذين في مواضع المسكونة كلها والقمامسة والقصوص والشمامسة وكل طغمات الكنيسة لكي يحفظوا بالمسيح إلهنا من كل شر ويغفر لنا خطايانا. والقصوص والشمامسة والإبريقونين والأغنسطسين والمرتلين والقراء والرهبان والعزارى والأرامل والأيتام والنساك والعلمانيين والمتزوجين ومربي الأولاد الذين قالوا لنا اذكرونا والذين لم يقولوا الذين نعرفهم والذين لا نعرفهم أعدانا وأحباءنا اللهم ارحمهم. اذكر يا رب بقية الأرثوذكسيين الذين في كل موضع من المسكونة اطلبوا عن باقي الأرثوذكسيين الذين في كل مواضع المسكونة لكي المسيح إلهنا يثبتهم في الإيمان الأرثوذكسي ويحفظهم من كل شر جميع أيام حياتهم ويغفر لنا خطايانا. المقدس الذي لك وكل مواضع وكل ديورة آبائنا الأرثوذكسيين اطلبوا عن طمانينة هذا الموضع المقدس وكل موضع وكل دير لآبائنا الأرثوذكسيين والبراري والشيوخ والسكان فيه وطمانينة العالم أجمع معا لكي يحفظهم المسيح إلهنا من كل شر ويغفر لنا خطايانا. الله
الباطنة التي نصنعها إليك أيها الرب إلهنا كهذا الوقت الذي لهذا القداس الطاهر الذين نذكرهم كل حين والذين في فكر واحد واحد منا وتذكارهم الذي صار الآن فليكن لهم مثل سور ثابت غالب لكل مضرات الشياطين ومؤامرة الناس الأشرار اسجدوا لله بخوف لكي أباركك كل حين جميع أيام حياتي أذكر يا رب هذا الكانوت المقدس الذي المقدس وكل الرتب الكهنوتية الأرثوذكسية لكي يستجيب لهم المسيح إلهنا ويحرسهم ويقويهم ويرحمهم ويغفر لنا خطايانا كل الرتب الكانوتية الأرثوذكسية وكل شعبك الواقف أمامك اذكرنا نحن أيضا يا رب بالمراحم والرافات وامحو آثامنا كصالح ومحب البشر اللهم شاركنا الحلول معنا لنخدم اسمك القدوس اذكر يا رب هوية السماء وثمرات الأرض في هذه السنة باركا اطلبوا عن هوية السماء وثمرات الأرض والشجر والكروم وكل شجرة مثمرة في المسكونة بآسرها لكي المسيح إلهنا يبارك ويكمل سالمة بغير آفة ويغفر لنا خطايانا أصعدها كمقدارها كنعمتك فرح وجه الأرض يروى حرسها ولتكسر أثمارها أعدها للزرع والحصاد ودبر حياتنا كما يليق بارك إكليل السنة بصلاحك من أجل فقراء شعبك من أجل الأرملة واليتيم والغريب والضيف ومن أجلنا كلنا نحن الذين نرجوك ونطلب اسمك القدوس لأن أعين الكل تترجاك لأنك أنت الذي تعطيهم طعمهم في حين حسن اصنع معنا حسب صلاحك معطيا طعاما لكل جسد
املأ قلوبنا فرحا ونعيما لكي نحن أيضا إذ يكون لنا الكفاء في كل شيء كل حين نزداد في كل عمل صالح. اذكر يا رب صائد أقربين وشكر عبيدك الذين يقربون كرامة ومجدا لاسمك القدوس. اطلبوا عن المهتمين بالصائد والقرابين والبكور والزيت والبكور والستور وكتب القراءة وعن المذبح لكي المسيح إلى هنا يكافئهم في أورشليم السماية ويغفر لنا خطايانا. اقبلها إليك على مذبحك المقدس الناطق السماوي رائحة بخور تدخل إلى عظمتك التي في السماوات بواسطة خدمة ملائكتك ورؤساء ملائكتك المقدسين. وكما قبلت إليك قرابين هابيل الصديق وذبيحة أبينا إبراهيم وفلسي الأرملة هكذا أيضا نزور عبيدك أقبل إليك أصحاب الكثير وأصحاب القليل الخفيات والظاهرات والذين يريدون أن يقدموا لك وليس لهم والذين قدموا لك في هذا اليوم هذه القرابين أعطهم الباقيات عوضا عن الفانيات السمايات عوض الأرضيات الأبديات عوض الزمنيات بيوتهم ومخازنهم لا من كل الخيرات. أحطهم يا رب بقوة ملائكتك ورؤساء ملائكتك الأطهار وكما ذكر اسمك القدوس على الأرض اذكرهم هم أيضا يا رب في ملكوتك وفي هذا الدهر لا تتركهم عنك. من الذين رقدوا إذا خست نفوسهم نيحهم ذاكرا أيضا جميع القديسين الذين أرضوك منذ البدء أبانا الأطهار رؤساء الآباء والأنبياء والرسل والمبشرين والإنجيلين والشهداء والمعترفين وكل أرواح الصديقين الذين كملوا في الإيمان وبالأكثر القديسة المملوءة مجدان العذراء كل حين والدة الإله القديس الطاهر مريم والقديس يوحنا السابق الممدان والشهيد والقديس سفنوس رئيس الشمامسة وأول الشهداء والقديس مرقس الرسول الإنجيل الطاهر والشهيد والبطريرك القديس أويروس والقديس كيريلوس والقديس باسيليوس والقديس غريغوري وابانا الصديق العظيم الانبا انطونيوس
والبار الأنبقولة والسلاسة مقرات القديسين وابن أنبا يونس وابن أنبا بشوي وبين القديسين الرومي ماكسيموس ودوماديوس والتسعة والأربعين شهيدا شيوخ شهيد والقوي الأنبا موسى وابن أنبا بقوم وبالشارك وابن أنبا شنود رئيس المتوحدين وابن أنبا نفرساح وابن أنبا صمويل المعترف وكل مصاف قديسيك إننا يا سيدنا لسنا أهلا لنتشفع في طوباوية أولئك القديسين بل هم القائمون أمام منبر ابنك الوحيد ليكونوا عوضنا أن يشفعون في مسكناتنا ومزلتنا وضعفنا كن غافرا لأسامنا ساترا لخطايانا من أجل طلباتهم المقدسة ومن أجل اسمك القدوس المبارك الذي دعي علينا القارئون فليقولوا أسماء أبائنا القديسين البطارك الذين رقدوا الرب ينيح نفوسهم أجمعين ويغفر لنا خطايانا ذكرنا أسماءهم والذين لم نذكرهم الذين في فكر كل واحد منا والذين ليسوا في فكرنا الذين رقدوا وتنيحوا في الإيمان بالمسيح تفضل نيح نفوسهم جميعا في هدنيا بين القديسين إبراهيم إسحاق ويعقوب ألهم في موضع خضرة على ماء الراحة في فردوس النعيم الموضع الذي هرب منه الحزن والكآبة والتنود في نور قديسي يا
في كل شيء يتمجد ويتبارك ويرتفع اسمك العظيم القدوس في كل شيء كريم ومبارك ما يسوع المسيح ابنك الحبيب والروح القدوس السلام نشكر الله الآب ضابط الكل بربنا وإلهنا ومخلصنا يسوع المسيح لأنه جعلنا أهلا الآن أن نقف في هذا الموضع المقدس ونرفع أيدينا إلى فوق ونخدم اسمه العظيم القدوس وأيضا فلنسأل أن يجعلنا مستحقين لشركة وإسعار أسرار الإلهية الغير مائتة الجسد المقدس والدم كل الرب إلهنا آمين آمين صلوا السلام لجميعكم سيد الرب الإله ضابط الكل الذي أرسل ابنه الوحيد إلى العالم وعلمنا الناموس والوصايا المكتوبة في الإنجيل المقدس
أن الصوم والصلاة هما اللذان يخرجان الشياطين، إذ قال أن هذا الجنس لا يخرج بشيء إلا بالصلاة. الصوم والصلاة هما اللذان رفعا إلي إلى السماء، وخلص دانيال من جب الأسود. الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهما موسى حتى أخذ الناموس والوصايا المكتوبة بإصبع الله. الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهما خطاياهم ورفع غضبه عنهم. الصوم والصلاة هما اللذان عمل بهما الأنبياء وتنبأوا من أجل مجيء المسيح قبل مجيئه بأجيال كثيرة. الصوم والصلاة هما اللذان عملا بهما الرسل وبشروا في جميع الأمم وصيروا مسيحيين وعمدوهم باسم الآب والابن والروح القدوس. الصوم والصلاة هما اللذان عملا بهما الشهداء حتى سفكوا دماءهم من أجل اسم المسيح الذي اعترف الاعتراف الحسن أمام بيلاطس البنطي. الصوم والصلاة هما اللذان عملا بهما الأبرار والصديقون ولباس الصليب وسكنوا في الجبال والبراري وشقوق الأرض
من أجل عظم محبتهم في المالك المسيح. فلنصم عن كل شر بطهارة وبر ونتقدم إلى هذه الذبيحة المقدسة ونتناول منها بشكر لكي بقلب طاهر ونفس مستنيرة ووجه غير مخزي وإيمان بلا رياء ومحبة كاملة ورجاء ثابت نكثر بدالة وبغير خوف أن ندعوك الله الآب القدوس الذي في السماوات ونقول أبانا الذي في السماوات اذكر يا رب اجتماعاتنا باركها خلصت حقا ومع روحك ايضا Ευλογητός Κύριος
Христос і остива, єсмос і пневма. حقيقة الجسد المحي الذي أخذه ابنك الوحيد الجنس ربنا إلهنا مخلصنا يسوع المسيح من سيدتنا وملكتنا كلنا والدة الإله القديسة الطاهرة مريم وجعله واحدا مع لاهوته غير اختلاط ولا امتزاج ولا تغيير واعترف الاعتراف الحسن امام بيلاطس البنطي واسلمه عنا على خشبة الصليب المقدسة بارادته وحده عنا كلنا
بالحقيقة أؤمن أن لاهوته لم يفارق ناسوته لحظة واحدة ولا طرفة عين. يعطى عنا خلاصا وغفرانا للخطايا وحياة أبدية لمن يتناول منه. أؤمن 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 أن هذا هو بالحقيقة قالوا لنا من أجلهم أن نذكر في بيت الرب سلام ومحبة يسوع المسيح معكم. رتلوا بنشيد قائلين الليلويا. صلوا من أجل التناول باستحقاق من هذه الأسرار الزكية السمائية. يا رب.